كل هدول الشباب اللي راكدين ومحمسين عم بيجمعوا بعضهم ليجوا على ايفنت ماينس 2 بقهوتنا اللي حبيصير ب 29 ديسمبر. نحن بالمارش عملنا كذا وركشوب بقهوتنا الجديده بطرابلس لنعلم شباب طرابلس سكيلز جديده مثل اب سايكلينج، راب، كومبوزينج، هيب هوب، بريك دانس، جرافيك ديزاين ولايف سكيلز وفيلم ميكينج. Hello, I'm Leia. I'm with the Lotus of Tripoli. I'm teaching them how to use upcycled materials to make jewelry design. And hopefully by December 29th, you'll be able to see it for yourself here at my school at Ahmadna. Hi, my name is Joanne Nassif. I'm the graphic design teacher. On this project, we worked on creating design and creating products at the end with the 7 girls. These products will be sold on the 29th in Ahmadna. So we're looking forward to see you. مرحبا، أنا اسمي خضر شعبان. مرحبا، أنا اسمي عصام حمدي. أنا عطيت صفوف بريك دانس. أنا عطيت صفوف هيب هوب. بيبي غندور عطيت صفوف هيب هوب. يعني ماينس 2. اسمي هاب بن حيلي. اسمي يوسف سيوف. نحن هلا نعطي الشباب ميوزك كومبوزينج تنعرفهم اكثر شو هو مبادئ الراب، وعطيناهم هي النوتس والفرق بين الفاريشن وبين الكورس. لاقونا ب 29 شهر تشوفوا الشباب كيف كانوا وكيف صاروا بماينس 2 ايفنت بقهوتنا. لكن مثل ما شفتوا كل هالسكيلز الشباب تعلمون حيكونوا مطبقين ب 29 ديسمبر بقهوتنا الجديده بشارع سوريا بطرابلس. فتعالوا احضرون، انا عطيت صف الفيلم ميكينج بس ما فيني افرجيكم اللقطات كيف كانوا الشباب يتعلموا لانه هن هلا عم يصوروا.